الزمالك سيراميكا النتيجة كام كام؟ لا أتمنى الزمالك يكسب إن شاء الله. كام كام؟ تمني غير التوقع. هو طبعا يعني أكتر من اتنين يعني. كام؟ يا اتنين يا أكتر من اتنين. الزمالك؟ آه. يكسب اتنين أو أكتر؟ اتنين أو أكتر إن شاء الله. تمام كابتن مصطفى. لا أنا شايف الماتش صعب لأن موقف الإسماعيلي صعب. يعني لن يزيد عن 1-0 أو 2 ماكسيمم إذا حصل. ده بالنسبة للأهلي والإسماعيلي. الأهلي والإسماعيلي. 1-0. ماكسيمم 1 أو 2. الزمالك وسيراميكا. الزمالك وسيراميكا انا شايف ماتش صعب للاتنين زي ماتش الاهلي اللي عنده لعيبه كويسه. خلي بالك يا مهيب زي ما قلت قبل كده الدوافع للاهلي اللعيبه اللي بتلعب ضد الاهلي والزمالك مختلف عن اي حد بيلعب. تمام الاهلي والاسماعيلي والله بقى بعد الماتش اللي عمله الاسماعيلي ضد الزمالك وطمعه في المباراه فخسر في اخر المباراه انا اعتقد ان هيبقى في حذر كبير جدا من نادي الاسماعيلي يعني انا هو طبعا 70% الاهلي يكسب ولكن الاسماعيلي بعد مباراه الزمالك حاسس ان الاسماعيلي ممكن يعمل حاجه تعادل يعني. بشكرك.